وصل صباح اليوم فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو والوفد المرافق له إلى مدينة واغادوغو عاصمة جمهورية بوركينا فاسو من أجل المشاركة في القمة الخامسة لمجموعة الساحل الخمس والتي تضم جمهورية تشاد وبوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر. وفي مطار واغادوغو الدولي كان في مقدمة مستقبلي فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو والوفد المرافق له. نظيره رئيس جمهورية بوركينا فاسو روك مارك كريستيان كاباري وأعضاء الحكومة والدبلوماسيين المعتمدين هنالك وعدد من كبار الشخصيات الاعتبارية في جمهورية بوركينا فاسو وكبار رجال قواتها المسلحة والجالية التشادية المقيمة بالبلاد. وعقب مراسم الاستقبال الرسمي وبعد مراسم الشرف التي مر بها فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو توقف فخامته ونظيره البوركيني في صالة كبار الشخصيات. وعقب استراحة قصيرة توجه فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو برفقة نظيره رئيس جمهورية بوركينا فاسو إلى حيث مقر إقامته. والجدير بالذكر أن جمهورية بوركينا فاسو وتشاد تربطهما علاقات متينة في شتى المجالات والرئيس روك مارك وفخامة رئيس الجمهورية يتقاسمان آراء مشتركة فيما يتعلق بالقارة الإفريقية.